الشعب في أعين القيادة، وفي مرحلة الإصلاحات الاقتصادية يعلن ملك الحزم والعزم عن أوامر ملكية كبرى ضخ من خلالها قرابة 50 مليار ريال، دعما للمواطنين وإيمانا من القيادة الحكيمة بأن المواطن السعودي هو العنصر الأساس والفعال في تحريك عجلة التنمية والإصلاح الاقتصادي ومواكبة العالم بخطوات تطويرية واقتصادية كبرى. شعب المملكة ومنذ الرؤية المباركة 2030 أصبح أكثر وعيا بالمتغيرات الاقتصادية لأجل المستقبل وإيقانه بأنه جزء من التغيير. فما حدث ليلة البارحة من دعم مادي كبير من القيادة دليل على أهمية مجاراة العالم اقتصاديا والحرص التام على أن يبقى المواطن في عيش كريم ورغيد حتى نصل للطموح والمبتغى وأكثر. القيادة والشعب وجهان لعملة التغيير والتطوير نحو المستقبل، فأهلا بالغد. فهد المسعودي، يا هلا. ما لحد منا